ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت كازيوز كازوز. لعله اختراع لا يضاهيه اختراع في حياتنا الطفولية، الكازوز، ويقولون له في دمشق القازوز، بل وينحرف إلى قاجوز تماما كما تصبح الزوجة زوزة والزوج جوز، إنه القاجوز. اسمه في حلب كازوز وعند الشوايا خاسوس، والأكراد يقولون له غازوز، بينما بالمصري اسمه أزوزة، وهو أي الكازوز على ما أعتقد كلمة فرنسية معناها مياه غازية كما هو مكتوب على الزجاجات المثيرة. ومن أشهر شركات الغازوز في سوريا كان هناك سينالكو، والسينالكو ملاعبة في محافظات الجزيرة، بينما كان معملها في الحسكة، وقد بقيت المفضلة لأعوام طويلة لدى كافة أفراد الشعب، وخاصة درة سينالكو، تلك الزجاجة التي تدعي أنها عصير رمان ذات اللون الأحمر القرمزي والغاز الكثيف الذي يصعد إلى الأنوف ويخرج من بخاويشها إلى الفضاء. وكم كانت دعايات سينالكو في التلفزيون السوري جميلة، وخاصة دعاية سينالكو كولا وتلك الفرقة الراقصة على الثلج والتي أصبح معظم أفرادها مخرجون تلفزيونيون فيما بعد. ولا أنسى دعاية ماستر كولا، تلك الكازوزة الأبية التي عوضتنا عن كوكاكولا الإسرائيلية على أولة أدبيات النظام الكازوزية، أو بيبسي كولا الانبطاحية حسب اعتقاد الأحزاب الشيوعية غير المهضومة حتى مع كازوز. قاطع البضائع الأمريكية، هذا ما كان الشيوعيون يتحفوننا به على الجدران، وقاطعنا وصارت ماستر كولا هي حياتنا، بينما تركنا البيبسي والكوكا كولا للإخوة اللبنانيين المتنعمين بالاحتلال السوري بشمم وإبهاء. كازوز كازوز، يصرخ المنادي في عتمة السينما. نستلم الزجاجة ونسلمه المال، ضعها تحت الكرسي حالما تفرغ ونضعها، لكن هذا في السينما فقط. أما البقاليات فكانت حوادث سرقة الزجاجات الفارغة دارجة، حتى اخترع البقالون صب الكازوزة في كيس ووضع شليمونة أو شفاطة بلاستيكية فيه كي نشفط منه، وأعتقد أن هذه الطريقة لم تستخدم في بلد غير سوريا. ويبقى كازوز جلول علامة دمشق الفارقة، بينما كازوز ستيم خزنة هو علامة حلب الفارقة. ستيم تلك الكازوزة الحمراء الشهية التي يحبها الأطفال والمراهقون والشيوخ والكهول والرجال والنساء، ستيم كازوزة حلب وسائر الشمال، بينما جلول وماستر كولا لدمشق والجنوب. والسينالكو موجود في كل الأماكن، حتى استقر أواخر أيام عزه كما أسلفنا فقط في الشمال، في حين انتفض كازوز كراش من دمشق وغزا الشمال، وصارت ظاهرة كازوزة الكراش ونكهة البرتقال العجيبة اللذيذة سيدة مجتمعات الكازوز في سوريا كلها. كراش هو الأفضل، كراش يغزو حلب، وحلب صعبة على البضائع غير الحلبية، ولكن الأمر تم، صار الستيم الأحمر درجة تانية، وتراجعت القيمة النخبوية لكازوزة الببل آب ذات الزجاجة الخضراء والتي كانت المعادل السوري للسيفن أب، وبات على مافيا الكازوز أن تتحرك كي تزيح هذا المحتل الغريب. وبالفعل بدأت حملة شعبية أبطالها مرتزقة متنكرون بأزياء فاعلي الخير، وهم يتجولون في مركز المدينة وأطرافها حاملين في أيديهم زجاجة من كازوز كراش، وفي قلبها صرصور كسول غارق في عسل الكازوز البرتقالي اللذيذ. وقد شاهدت شخصيا رجلا يحمل زجاجة كراش مليئة مختومة الفوهة وهو يريها للناس كي يتأكدوا من وجود الصرصور داخلها، وللحق فقد أثر في المشهد، وبدأت أقاطع كازوز كراش الذي كنت أحبه وأفضله، وعدت رويدا رويدا إلى ستيم بعد أن كنت قد نسيت طعمه، إلى أن تحطم سوق الكازوز بظهور تنكات الكازوز الفخمة المقلدة للسيفن أب والبيبسي والكوكا كولا بواسطة تجار وصناعيين جدد من شركاء المرحلة، وأصبح الكازوز كله في دفاتر نسيان، هو والأكياس التي كانوا يصبون فيها ويضعون لنا في قلبها الشليمون كي نشرب دون أن نسرق الزجاجة الفارغة. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.